وزارة الأوقاف يا سادة بتبقى في عندها استعدادات أيضا قصوى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات المخصصة والمساجد اللي بتؤدى فيها على مستوى الجمهورية في 27 محافظة. خليني أفهم أكتر من دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتور هشام، وعيد سعيد وكل سنة وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك استاذ يوسف وبكل المشاهدين، وكل سنه ومصر كلها بخير والعالم العربي والاسلامي والعالم اجمع يا رب بخير وسعاده. هتصلي العيد فينا يا دكتور هشام؟ احنا عايزين نقول وناخد من حضرتك لا الاول هتقولي هتصلي انت العيد فين؟ هصلي في المسجد ان شاء الله. انهي مسجد بقى؟ عشان هجيلك. خليها بعد الهوا ماشي. هنصلي مع بعض ان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى. قولي بقى. أنا هاخد من كلام حضرتك الفرحة والبهجة والسعادة الغامرة العامرة اللي كانت موجودة في الشهر المبارك في المساء، وخاصة مع افتتاح مسجد ستنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وأكيد كلنا تابعنا البهجة والفرح العارم اللي كان موجود على وجوه المصريين كلهم. العلاقة والوثيقة الرابطة الكبيرة القوية بين مصر وبين ستنا السيدة زينب. طبعا عايز اقول لحضرتك اللي كان سن الحسين واقامه صلاه التراويح بكبار قراء عمالقه قراء العالم الاسلامي، كلنا كنا بنشوفهم وكلنا تابعناهم، وصلاه التهجد ولاول مره قراءه ورش كانت حاجه عظمه ومفخره، نقله غير مسبوقه في تاريخ وزاره الاوقاف. طبعا في صلاه التراويح وكبار القراء وستنا السيده نفيسه وسيدنا عمرو بن العاص كانت يعني حالة روحانية إيمانية قوية وتعلق شديد جدا، وقد ايه الفرحة والبهجة. وبعدين في حاجة مهمة برضو، يعني أتمنى بقى من دكتور هشام هو اللي يشرحها أحسن مني 30 مرة لمشاهدينا، قراءة ورش دي في حد ذاتها شيء مختلف ومتميز، لأنه قراءة ورش دي القراءة المصرية الأصيلة. المصرية الأصيلة، لو حضرتك قد ايه كان الاستمتاع بالقراءة، وطبعا مشاهير وكبار القراء كان كل يوم حضرتك كان يعني تسمع القرآن طريا غضا لأول مرة تسمع، ممكن تبقى حافظ الكلام القرآن الكريم لكن تحس انك انت لأول مرة بتسمع القرآن الكريم بهذه العظمة وهذا الجمال. وقد ايه احنا عايزين نحيي قراءة ورش لأن هي القراءة المصرية طبعا التعلق بيها شيء طيب وشيء رائع جدا. صح صح. كمل يا دكتور كمل اتفضل. فكنا عشنا يعني أيام عظيمة وليالي سعيدة. عايز اقول لحضرتك كان في ناس كتيره جدا، انا كنت بصلي في مسجد مولانا الامام الحسين، انا كنت شاهد على ان ناس كتيره جدا من المحافظات كانت بتاتي الى مسجد مولانا الامام الحسين وهم متابعين وعارفين النهارده هنصلي ورا الدكتور نعينه الشيخ الطاروطي الشيخ طه النعماني. الناس بتتصل ببعضيها بيقولوا بكره ان شاء الله الشيخ فلان اللي هيجي تعالوا هنيجي، يعني افواج كانت بتاتي من محافظات مصر عشان تستمتع بالصلاة في مساجد سيدنا آل البيت، سواء سيدنا سيدنا فيسا أو سيدنا الحسين أو سيدنا سيدة زينب أو سيدنا عمرو بن العاص. صحيح، يعني بإذن الله كل المساجد والساحات التي أقيمت فيها صلوات التهجد خلال شهر رمضان هي دي اللي هتقام فيها صلوات العيد، صح؟ أحسنت يا فندم. كل المساجد الجامعة قام فيها وكنا بنقام فيها صلاة الجمعة وكان فيها صلاة التراويح إن شاء الله بإذن الله. الآن يا فندم على قدم وساق الاستعداد يجري في جميع المساجد والساحات التي تقام بها غدا، وأنا بكلم حضرتك غرفة العمليات منعقدة الآن في إحنا على مدار الساعة متابعين كل التنظيف، متابعين كل تهيئة الأجواء، متابعين كل الاستعدادات، الإشراف جميع المفتشين جميع المدريات جميع فرق العمل كلها الآن في المساجد وفي الساحات بتهيئ الأماكن لاستقبال المصريين في صلاة عيد الفطر المبارك. وعايز أقول لحضرتك برضو احنا نبهنا أن يبقى في مكان مخصص للسيدات وعندنا الواعظات سيشرفنا على مصليات السيدات وعلى الساحات التي فيها أماكن للسيدات. طيب لكن عظيم. أستأذن حضرتك من خلال برنامج حضرتك العظيم احنا بنقول لكل الناس اللي عايزين يجوا يصلوا احنا مخصصين اماكن للرجال ومخصصين اماكن للسيدات، فاحنا محتاجين حضراتكم تساعدونا، السيدات في مكان السيدات والرجال في مكان الرجال. ماشي، لازم الناس تبقى واخده بالها وفاهمه ده وواعيه ليه علشان الامور تبقى منظمه وتبقى كويسه وتبقى حلوه باذن الله سبحانه وتعالى.
بأمر الله بأمر الله. طب أنا الشيء بالشيء يذكر بقى، بما إن إحنا كنا في رمضان بنسمع الحمد لله والشكر لله القراءة على قراءة ورش، القراءة المصرية الأصيلة، أنا عندي أمل ورجاء إنه دكتور هشام مع بقية رؤساء القطاعات في وزارة الأوقاف ومع معالي الوزير، إحنا عاوزين إحياء إحياء فقه الإمام الليث بن سعد على المنابر المصرية. تمام. الإمام الليث بن سعد، نعم، حضرتك أدرى نعم مني، ده الإمام نعم الفقيه المصري، مصر العظيم، وهو صاحب مذهب، يعني اصطلحنا فيما اصطلحنا إليه نحن عندنا أربع أئمة، نعم، في حين أن احنا نعم عندنا الإمام نعم الليث ده الإمام نعم الخامس. نعم نعم. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، احنا يمكن كان قبل رمضان كنا عملنا برنامج في المساجد الكبرى، وكنا كل إمام في مسجد، يعني مثلا سيدنا الإمام الليث احنا خدنا فترة طويلة جدا من خلال الدروس بنعرف بسيدنا الإمام الليث. خدنا في سيدنا الإمام الشافعي بنعرف مين هو سيدنا الإمام الشافعي ومنهجه وقراءته. في الإمام البصيري خدنا كده مجموعة العلماء المساجد مسمى بأسمائهم، خدنا فترة طويلة جدا عشان نعرف بهؤلاء ونعرف وننهل من علمهم. يمكن احنا على طريق الضرب يمكن لسه احدث اصدار لوزاره الاوقاف احنا بنتكلم عن الامام النووي، وان شاء الله باذن الله بعد العيد هيكون في خطه كبيره جدا، من خلال هذه الخطه هنتعرف اكثر واكثر على هؤلاء الاعلام وعلى المصريين الذين اثروا المذاهب الفقهيه والمذاهب العلميه، عشان ده احنا محتاجين ان احنا كلنا يعني، وده شرف لينا كلنا، احياء قراءه ورش، احياء الفقه المذهبي، احياء كل المدارس المصريه العظيمه التي اثرت المذاهب الفقهيه والعلميه واثرت في الفقه الاسلامي. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور هشام، وعيد سعيد على حضرتك وعلى كل الناس وعلى كل الانسانيه يا رب. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف.